محمد خير الدبلان من سوريا من مدينة دير الزور. Who has he traveled with؟ مع من سافر؟ أنا مسافر مع عائلتي أولاد أخوي يتامى ووالدتي. عندي 7 أطفال أولاد أخوي يتامى 7 ووالدتي. So his mother, his own family, so his wife and his children, and his brother's wife and his brother's orphan, so his brother passed away. يعني نحن عائلة حاليا مؤلفين من رجل وثلاث نساء و14 So their family, the father of one male person in the family, 3 women and the rest of children, about 14 children, 14 children, yeah. So all this is our family's responsibility. How long have they been traveling for? كم لكم يعني مسافرين من البداية؟ والله يا ابن الحلال احنا من خرجنا من سوريا خرجت من سوريا انا من 5 اشهر خرجت بشهر نيسان. And how long were you in Turkey for? كم كنت في تركيا؟ تمينا 5 اشهر بتركيا صار لنا 5 اشهر بتركيا كنا باحد المخيمات التركية. So there was in one of the camps in Turkey for about 5 months. And why did they leave Turkey to come to Turkey? And what's the work that you're doing in Lebanon and Turkey? السبب دخولي باليونان انه المخيم التركي ما قدم لي اللي انا متوقعه. انا عم ببحث عن مستقبل اولاد. So the Turkish camp didn't provide what was expected from him. And he's looking for, you know, a future for his children. علما انه انا اتشكر المخيم التركي الله يعطيهم العافيه يعني. So he's very thankful for what they provided, but it's just what wasn't what he expected. And what are his hopes for the future? ايش امله؟ والله اولا غير رحمه رب العالمين ما الي يعني بس تجربتي بالحياه انتهت. جاد ادور على مستقبل اولادي يعني جيت انا واولاد اخوي هذا واخي الثاني لانه ما عندنا مصاري نادى على اليونان تم هو موجود باسطنبول العايش عامل لانه ما عندنا مصاري تكفي تا نطلع نحن العيله كامله ايوه شو انا عم دور على مستقبل اولادي يعني مكان امن ما بخاف فيه على اولادي And just didn't have the means to bring them up in the way he can in the current climate. ونشكر المنظمة الإغاثة الإسلامية يعني سمعتها سابقتها المنظمة الإسلامية أنا متابع يعني. أيوش على فكرة أنا طبيب مخبري. أيوش ومتابع للعمل الإغاثي يعني. منظمة الإغاثة الإسلامية أنا أعرفها من أكثر من 4 سنوات. He knows his uncle quite well and he follows them and he really appreciates the work that we do and he thanks you guys. وأتمنى منكم تدعوا لي ترجع لي بلد. بس. So he wants you to make some sure that he returns to his country of origin, which is Syria, in the future.